الحمد لله. ها؟ الحمد لله. الحمد لله، الله يتقبل ويبارك. كم عمرك؟ أنا 18. 18. الاسم الكريم؟ محمد ناصر الخواجة. محمد ناصر. ليش؟ ها؟ محمد ناصر ايش؟ الخواجة. ماشي، اي ما شاء الله حاجة، ما شاء الله. جدا جاي محمد، يلا ما شاء الله. قبل شهر كملت حفظ القرآن. ايه الحمد لله، البركة، جعله الله حجة لك ونفعك بالقرآن ورفعك، ما شاء الله، وتقدوة للشباب إن شاء الله يستفيدون من همتك ونشاطك. تفضل. أقرأ أي شيء أنا؟ أحدد لك أنا ولا أنت بتقرأ؟ ما أعرف. ها؟ ما أعرف. تبغى أحدده ولا أنت بتختار اللي تبي؟ أنا بختار. تختار؟ أعرف. خلاص، مرة أنت تختار، مرة أنت تختار ومرة أنا أختار. أوكي. ابدأ بما تختار أنت الآن. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، الله يزيدك. اقرأ من قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا
الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بارك الله فيك. وسارعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما شاء الله الله يزيدك ويثبتك ويحفظك وإن شاء الله قدوة للشباب بالخير والبركة. آمين. سرنا والله هالعلم الغانم وهالإتقان بالحفظ زادك الله فضلا وتوفيقا وبركة. بارك الله فيك.